مدعومة من أسرتها المتشربة بالفن، نشأت مها إبراهيم رمضان رحومة منذ السادسة من عمرها على حب فن الرسم. يقودها انبهار أخوي بإنجازات شقيقتها محترفة الرسم الكبرى التي رأت في شقيقتها الصغرى مها بداية موهبة لا تقدر بثمن وشخصية ستحظى في المستقبل بمنزلة كبيرة في المجتمع. اهتمام أسرتها بفنها حولها إلى فنانة صغيرة تحظى بانتباه الجميع وتحصد النجاحات المتتالية في المسابقات المدرسية دون أن تجني ثمار ما حققته ولو معنوياً. لتبدأ مها رحومة في تطوير مهاراتها تدريجياً مختبرة قدراتها في جل أنواع الفنون المرتبطة بفن الرسم، مستغلة كل الموارد المتاحة حولها للاستمتاع به وتطويره. انخراط مها في سوق العمل في سن مبكرة ودراستها للغة الإنجليزية كمجال تخصص لم يدفعها إلا إلى استثمارهما لتطوير شغفها ومساعدتها على فهم واستيعاب برامج الرسم الموجودة على الإنترنت، آملة في توسيع دائرة فنها وعملها ونقلهما إلى الخارج. تعلمت ونمت وطورت لتبدأ مها في نقل إبداعاتها الفنية وخلاصة تجاربها للأجيال الأصغر سناً ممن يحملون نفس شغفها. دائرة وخطوط وعصفور وقطة، ما كانت جميعها إلا أحلاماً طفولية تسلقت من خلالها مها سلم النجاح والتميز نحو عالم من نوع آخر لا يتذوق جماله ولا يعي مستوى الإبداع فيها إلا القلة ولا يعتلي قمته إلا المبدعون. اسمي مها إبراهيم رمضان رحومة، خريج لغات قسم اللغة الإنجليزية، موهبتي الرسم بجميع أنواعه. ترتيبي في العيلة ما قبل الأخير، احنا ما شاء الله عيلتنا 11 نفر، فعندي 8 أخوت، فأنا أصغر واحدة في الحوش نعتبر في البنات، وعندي أخوي أصغر مني. الأسرة كان لها دور كبير صراحة في أني أنا نكون شخصيتي كفنانة، أنا نشوف في روحي من وأنا صغيرة. ما كانش فيه هذاك الدعم من النطاق الخارجي، بس الأسرة هي اللي تدعم فيها. كانوا أي شيء جديد يشرهولي، أدوات قرطاسية، واقفين جنبي. أختي ما شاء الله تبارك الرحمن رسامة، ويعني نشوفها حاجة كبيرة وأنا صغيرة، فكانت تعلم فيها تقول لي ديري هكي، ديري دائرة، ارسمي خطوط، ما تديريش غلط، ما تدكنيش على البيرو، فكل شيء بالتفصيل تعلمتها مع ان هي مش دارساتها، هي هواية فقط، بس سبحان الله كل اللي تطبق فيه كان صح علميا سبحان الله. فكل شيء خديتها نعتبر من اختي سناء. حسيت روحي اني انا تطورت فعلا من وانا صغيرة، عندي رسمات من وانا طفلة صغيرة هلبة. بدأت في الرسم من وانا عمري قولي 6 سنين هكي بالرسم، رسم فعلا. قبل 6 سنين كلها تخربيش، يعني قلم مشدي، ديري دائرة، ديري عصفور. أول رسم رسمتها كانت قطوصة، أمي ديما ترسم في القطاطيس، فكنت يعني نحب الحاجات اللي بدايتها حلوة زي توا. سبحان الله هي أختي كانت من وانا صغيرة وعودتها لي حتى وانا كبرت، ديما تقول لي يا مها أنا نحسيك إن حد حتتجاوزيني وحتى نشوف فيك شيء كبير، ممكن تكوني وزيرة، بتكوني حاجة في المجتمع زي توا، ولا توا تقول لي فعرة. فنقولها إن شاء الله، والله شكرا إن أنت عطيتيني الطاقة المعنوية هذه كلها. فلا مهم هلبا الموضوع، هو صراحة أن أنا أصلا خاشة قبل عمري للمدرسة، يعني خاشة عمري 5 سنين للمدرسة، يعني طفلة صغيرة بمعنى الكلمة. فصف الأول يعني أنا كلهم الأطفال اللي معايا أنا أصغر منهم، فالموضوع أن الأبلات يشوفوا أن هذه صغيرة كيف موهوبة هكي في نقطة دي ما يسألوا فيها، يعني سبحان الله لا مش من نفس مجارية الأطفال اللي معاك، يعني هم أنت أفضل منهم. فالمدرسة الأمانة في الطفولة كانوا الأبلات يحاولوا أن يعلموني أشياء، لكن مش بالشيء اللي أنا نتوقع، يعني ما كان شيء الأبلات الرسم هذاك العطاء، يعني تجي تقول لك ارسمي فصل الربيع، ارسمي جرة، ارسمي باقة ورد، ما يعلمنيش كيف نرسمها، يعني ما يقوليش مثلا ديري دائرة، دبع الدائرة، ديري دائرة تانية باش تطلع وردة، ما فيش، هو كله ما فيش صراحة، يعني كله سبحان الله رباني، يعني نشوف فيه كله مو هواية، ما فيش حد يوريك، حتى الأبلات
يقول لك هاو طبقي. انا مثلا الحمد لله انا عندي اخت وعندي عيله تعرف ترسم، فيجوا يقولوا لي ديري هكي او ديري الربيع ديري عشب زي ما في حوش جدك زي ما في كذا. لكن باهو الاطفال التانيين في اللي ما يعرفوش. اضطريت اني انا في طفولتي من وانا صغيره نرسم للاطفال اللي معي، ناخذ في كراساتهم ونرسم لهم ونحاول انهم ما نشوفش الدمعه في عيونهم. صراحه كنت حساسه هلبة لان الابله بتقعد توبخ فيهم يعني ما، فكنت نساعد فيهم ونلون لهم ومتعلمه تكنيكات من وانا صغيره في التلوين ونلون مزه طلبه كي نلون عادي. لا 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 كنت نبري في القلم وندير هيك يعني في هلبة اشياء سبحان الله مختلفه عن الاطفال صراحه. الطفل يستوعب، ما مش مغيب راه. الطفل فاهم انه هو بيشارك في مسابقه، بيمشي في منافسه، بيحضر الشو، هو كل اللي بيكون موجود وهو خشله فاهمه، هو عارف انه في مسابقين، عارف انه في متنافسين، عارف انه لما بيرسم احلى رسمه حيفوز، عارف انه في جائزه يعني في الاخير، ما هو شكي جاي وخلاص. فيعني في هدف كان قدام العيل من ضمنهم. انا كنت عندي هدف اني انا نحصل الجائزه هي، بس ما فيش دعم صراحة، شيء محبط. كنت نحس بالألم صراحة، مش أنا فزت بس كنت أتوجع. ليش؟ لأن المدرسة تاكل في حقي يعني. أنا كطفلة أنت خديتي اسمي وزي ما يقولي عشمتي عائلتي فيا، يعني إن أنا أهلي فيستنوا في اللحظة اللي أنا بنجيب ونقولهم آه يا بابا فزت، خود حتى شهادة. ما يعطوش فينا شهادة، حتى كلام بس أنت شو بتاخد منك ورقة تكتب فيها إلى شكرا إلى طالبة ما أو كذا. ما كانش فيه نهائيا، ما كان فيه شكر من ما كانوش حتى إن توقفك وتقول لك آه وصف قولها أو جابت الترتيب الأول. لا 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 لا, لا, لا. تجي أنا يا أخي كيف نعرف إني أنا نجحت؟ من كثر الظنان نجي للأبلة نقول لها يا أبلة شن صار؟ طلعت النتيجة؟ تقول لي مازال نهاية الفصل إن شاء الله. باه نفوتها نجي شوية تاني، يا أبلة شن صار؟ طلعت النتيجة. هي تبدأ طالعة راه، لكن ما تبيش تقول لي إن هي إن طلعت باش ما نقولهاش وين الهدية. فلا لا الصراحة كنت نتوجع صراحة، ما نفرحش ما تكملش فرحتي. هو الطفل من هو صغير يلجأ لأنه يشبح الشيء ويقلده. يعني أنا أغلب رسماتي كانت شيء قدامي ونرسمه، زي مثلا كرتون كنا نتفرجوا هلبة على الرسوم، على سبانك، على هلبة رسومات حلوة متاع طفولة، فكنت تلفت لي في نظري، فنقعد قدام التلفزيون ناخذ ورقة ونقعد نرسم فيه وتطلع سبحان الله نفس اللي في التلفزيون. فأول ما بدأت نرسم في الشخصيات الكرتونية بدأت نظابطة أن هذه الخطوة الأولى، أن بدأت نعرف أن هذه العين تتحط هنا، الشكل الجسم كيف يبنى، فكلها طبقتها بالرؤية بس نشبح الشيء ونطبقه. بعدين اتطورت شوية المرحلة، بدأت في بدايتي كانت قلم وبيرو وقلم ومحايا ومسطرة وورقة، ورقة عادية ورقة سحب A4. بعدين بدأت هيا مها خنزيد نطور من نفسي، شريت أدوات، شريت ألوان، بدأت ألوان كل مرة ناخد النوع البسيط اللي على قد الحال. بعدين بدأت نحاول نطور أكتر لأن الألوان لها بتعطي نتيجة مختلفة للماتيريال متاعتها، فبدأت كل مرة نزيد نطور، كل مرة الحمد لله يعني نزيد نشري أشياء أخرى. خشيت في نوع فنون تانية، بدأت نتعلم. من شنو نتعلم؟ نتعلم اليوتيوب. فهمت اني انا من وانا صغيره الحق نفهم في التكنولوجيا، يعني ديما نحب نتعلم الحاجات الجديده، فخشيت على الانترنت، بدأت خلاص نفتح في اليوتيوب علمني هلبا اشياء في تقنيات ممكن ما كانتش وارده حتى في بالي، تعلمتها في اساتذه على اليوتيوب ما شاء الله كويسين في العطاء وكذا. يعني كل مره بدات نحاول نطلع من ما ناخذش نفس الشيء اللي هم يديروا فيه، لازم نضيف شيء اخر، لازم نعطي لمسه للوحه، ما نحاولش اني انا نديرها كوبي بيست وخلاص، لا نبي تنوع، نبي حاجه لها اسمي تبان، يعني لما حد يشوفها يقول ايه هذه مها، مش يشوفها يقول لا هذه الفنان الفلاني هي قلدتها. لا 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 من وانا صغيره نحاول ندخل لمستي، كنت حتى النجمه نحس ان هي لها فرق في اللوحه، مع أن هي لوحة ممكن نفسها بس أنا ضفت لها شيء. بعدين خشيت بدأت نرسم بالزيتي،
بعدين بدأت نرسم بالمائي، وبعدين قلت هيا مها كيف زيتي مائي، بس لا لا لازم نرسم على الخشب. بدأت نرسم على الخشب، بعدين قلت لا لا خشب ما زال نبي حاجة تانية. رسمت بالقهوة بقى الحاجات اللي موجودة في الحوش. بعدين قعدت نقول لا لا حتى هو ما مش هذاك الفن اللي أنا نبي حاجة جديدة. تعلمت الفن الطباعة، بدأت نعرف نطبع كأنها مسحوبة سكانر. بعدين بدأت شو ندير، بعدين بدأت نتعلم نرسم بالملح، رسمت بالسكر، رسمت جميع الأشياء اللي ممكن تتوقعها في الكوكب، رسمت بها كل شيء رسمته. الأدوات نحاول إن الأشياء اللي نقدر نستغلها من المنزل اللي نستعملها، ما نحاول نكلفش عيلتي لأن ما كانش يعني الشيء اللي ديما نقولها هات هات هات، قداش من أبوي بيقعد ديما يشتري لي الشيء في الأخير، يعني هم يشوفوا فيه مش يعني هواية، ما هوش مدخول مادي ليهم أو شو بنستفيد منه، موجهة نظرهم طبعا، بس موجهة نظر يعني شيء ممتع، يعني شيء حلو يغير حتى نفسيتي. بعدين آخر مرحلة وصلت لها اللي هي بعد رسمت كل الأشياء، لقيت روحي في مكان معين، خلاص هذا مكاني، حسيت أنه أنا هيك زي ما يقولوا موطني. قلت هيا مها نحاول أني نحترفها. بدأت بالحاجات البسيطة، ديما أنا نبدأ بالبسيط step by step، ما نجريش في الخطوات متاعي، لأن باش نحس بحلاوة الشيء اللي أنا وصلت له، لما نجي لي آخر حاجة مش هنحس به، لازم نتعب على خاطر الشيء. فبدأت خديت أول حاجة خطاطات صبورة، هذا بفن الطباعة لأنها بجني حقها يعني مش غالية. خديت أوراق A4، حاولت ناخد الغليظة مثل 250، غلط الورقة مش رقيق هلبة باش ما يتمزقش بالخطاط. خديت قلم هيك كويس ينتسح محايته، حاولت ناخد محايات راقيات ماركة، كلها يعني أغلب الأشياء هي مكلفة، بس حاولت أني نبدأ بداية مش بكل بداية وفها. بعدين بدأت نرسم، طبعا أول ما بدأت نرسم كلهم يقولوا لي ارسميني ارسمي، طبعا دي نقطة تعب فيها أنا كرسامة، أول ما يشبحوني ارسميني ارسميني أنا حلوة هاي ارسميني، يديروا هكي مش هكي، هي نقولهم لازم في وقت لازم نشوف هكي ونقعمز ونقول لك ما تحركش وما ترمش ليش ومش سهل الموضوع. فبدأت بشوية عليا، الحمد لله يعني أتقنتها واحترفتها بمعنى الكلمة، الحمد لله يا رب فضل من ربي. فز بجوائز على مستوى ليبيا، فز بجائزة ليبيا الإبداع في نفس المجال هذا اللي هو فن البوب آرت باللغة الإنجليزية، اللي هو فن الرسم بالأبيض والأسود، يعني أنا تكون الخلفية بيضة ونرسم بخطاط أسود، أو العكس صحيح تكون الخلفية بلاك وأنا نرسم بالوايت. فالحمد لله يعني نجحت، شوفي روحي نجحت ولقيت مكاني، ولحتى هو قاعد ما فيش شيء خدال حبي للفن، هو مازال ندور وقاعد نشوف بلكي في حاجة تاخد مكانه، بس لا حسيت روحي مكاني. هو الفن مكلف لأبعد الحدود بجديات، يعني لو أنا مثلا ما خدمتش وما كونتش نفسي مش هنقدر نشري الأدوات فعلا، لأن أبوي بيشوف إن رقم مثلا نقول أبوي شاري ألوان بألف دينار ولا 100 يورو ولا 100 باوند، قصدي أنا حتى أختي مسافرة برا قلت لها أشري لي ألوانات، الحمولة اللي جبتها للعيلة كلها أغلى شيء كان ألواناتي. أنا ما نرسمش للناس، ما نرسمش باش يكون لي فلوس، يعني ما نرسمش باش نبيع، نرسم لي أنا علاش نرسم؟ باش اني انا نفرح نفسي، نطلع من الطاقة السلبية، ندير شيء نحبه، انا مقدسة للأشياء اللي نحبها، يعني نحب ندير اللي نحبه على قولتهم، فهمتي؟ ما هوش همي اني انا مثلا نصرف ألوفات او حتى رقم كبير على لوحة وما تتباع ليش، انا دايرتها لي انا قبل تكون للشخص، اتباعت على قولتهم اللهم بارك، ما تبعتهاش او قعدت لي، المهم لما نشوفها نفرح، القصه ما هيش قصه ماديه راهو، لكن لما بيكون الشخص باني مشروع يعني لو ندير مشروع فعلا اني انا بنستثمر فني او هوايتي، فمضطره اني انا اللوحه لما بنرسمها ضروري نبيعها، انا علاش رسمتها؟ فهمت الفكره؟ وهذا الشيء ان شاء الله مستقبلا نحاول اني انا نستغل هوايتي وندير اللي نفسي شيء حلو للفن متاعي. ما فكرتش حتى 1% اني انا اخش كلية فنون، ما
وفكرتش نهائيا. ليش؟ لان احنا في مجتمع ما عنده نظره مش 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 ولا بد للكليه، يعني يشوف ان لا ضيعت وقت على اش تقري، شم بتطلعي، شم تتعيني، شم تخدمي، هذا كله نفس. فلا كنت واعيه، يعني فعلا كان عمري صغير بس كنت واعيه بالاشياء هي. فقلت لا ما خلنا ناخذ شيء يفيدني القدام، لربما نسافر، ما يعني نلحق اختي برا في بريطانيا، لربما نشوف شيء شركات ضخمه هنا، كان في راهو شركات كويسه وهيك. قلت يلا نحاول نطلع من نفسي شيء. وانا راهو ما كانش معنا اخواتي ما شاء الله اغلبهم دكاتره، يعني كلهم لغتهم الانجليزيه ما شاء الله، بس ما كانش عندي الحب القوي للغه الانجليزيه. بس قلت لا هي ما خلينا نشوف روحي فيه، هل بننجح او مش حننجح، نحب المغامره انا صراحه. فخشيت بمغامره وما فكرتش في اقسام ثانيه نهائيا، ما نحبش الاشياء الاخرى، هذا حسيت انه الشيء اللي بيفيدني. خشيت للكليه، تعرفت على طلبه، تعرفت على دكاتره، حاولت نكون شيء مميز في الكليه، واستغليت اني انا موهوبه وان انا رسامه في الكليه. باهي يعني ما كنتش اني انا هو غير خشيت لغات وخلاص، لا 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 لا، استغليت وجودي في الكليه. فتعرفوا علي الناس، بدو ضابطيني انا مني، حاولت ندير معارض، درت معارض في الجامعه، نجحت فعليا اني انا اكون شيء موجود في الكليه. ما فيش حد ممكن هذاك الوقت فترتي ما يعرفنيش. درنا يعني هو مش درت درنا اللي هو لانجوش كلوب، درنا جروب يعني، بعدين طورنا وقلنا هي خلينا نديروا حاجه ثانيه، وخشينا في جابانيز كلوب. ويعني حاولت نستغل المواهب وحبي للاشياء اني انا ننجح فيها صراحه. بس ودعمني دعمني 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 فعلا اني انا خشيت اللغات، لان البرامج اللي انا تو نخدم بها، الاشياء اللي انا تو نستعمل فيها، اللي وصلتني للشيء هو اللغه الانجليزيه. تو كل شيء باللغه الانجليزيه، باش تتواصلي مع اجنبي فنان او بتتواصلي مع فنانه اجنبيه، شنو بتتواصلي؟ لازم فيها هي اللغه العالميه تو حاليا. فننصح اي شخص انه يتعلم اللغات، يتعلم اي لغه. وانا طموحي اني اتعلم لغه اخرى، راه مش واقفه اني بس اني تخرجت لغات وعندي لغه تانية فقط، لا لا لا، طموحي اعلى من هيك. انا نحب الاطفال، في عائلتي مقربه جدا من الاطفال، يعني يقولوا لي ماما مرات، كلهم صغار اخواتي فنحس ان المكاني صح، نعرف كيف نتعامل معاهم، عندي أساليبي المعينة، ما كشخش، ما نمدش في يدي، نحاولش نضرب نهائيا، يعني كل الأشياء اللي العيل يحبها نحاول ننفذها له. لازم نعطيه حلوة نقولها، ونعطيه أي شيء حلو يحبه نهنيه، نقول له أنت شاطر، ونشجعه أي شيء كويس. كنت صراحة ننفذ فيه للصغار. خدمت في المركز الوطني، أثبت جدارتي ولله الحمد، كلهم دو عارفيني، ندير في ورش ممكن مش موجودة حتى في ليبيا، أشياء أفكار جديدة مش متكررة نهائيا. الحمد لله كنت لجنة تحكيم في 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 مسابقة دولية للأطفال، أنا كنت من ضمن اللجنة. يعني صار عندي، يعني زي ما يقولوا الحمد لله، حسيت في قيمة للإنسان، لي قيمة في مكاني. ونشوف الحمد لله وترقيت في مجال عملي، ونلاقي في التقدير، والشكر للأستاذة أمينة رويمي مديرتي في مركز وطني تنمية فنون الطفل. الصراحة يعني كلمة شكرا شوية في حقها، لأنها كانت أي شيء جديد تقولهم ما تستاهل، ما خلها هي اللي تديرها. شجعتني صح اني انا نكون اكثر من هيك، وما زال الحمد لله تشجع فيا، وحنكون اقوى من هيك ان شاء الله. انا الحمد لله شبه حققت احلامي الموجوده الملموسه، بس ما زال في احلام كبيره، في طموحات قدامي نتمنى نحققها. انا هدفي اني نكون فنانه عالميه، يعني ما نطمحش نكون دوليه ولا نكون حتى محليه. الحمد لله انا تو محليه وفي ناس تعرفني، صح مش الكل، بس يعني في عندي كيان لي اسم والحمد لله. بس طموحي يكون اعلى من هيك. اتمنى ان الدوله توقف مع الفنانين اللي زيني واللي اقوى مني. نتمنى ان يكون في يعني
الأهل يوقفوا جنب الناس اللي فنانة، يحاولوا يغرسوا حب الفن في الليبيين بجديات، حبوا الفن يا ليبيين، حبوا أن يكون في شخص فنان، أدعموه ما تهزوش عليه. يعني إحنا نواجهه في الأشياء هي أن ما فيش حد يقدر، هو مش ما فيش حد، هو قلة من يقدر اللي أنت تقدم فيه أو اللي أنت تدير فيه في حياتك كفنان. شوف روحي شيء كبير، شوف روحي شيء كبير كبير. ممكن حد تاني يشوف يقول لا دي مغرورة ومتكبرة وحزن، لا لا. طب ممكن اللي محتكين بي ويعرفوني، يعني يعرفوني شخصيا، يعرفوا أنا مها شن قدمت وشن مازال تبي تقدم في الحياة وفي المجتمع. لما أنا مش نحكي أنا شن درت، يعني أنا بيني وبين ربي اللي درته، بس نتمنى أن يكون لي شيء كبير في الحياة. ما بيش نموت موتة طبيعية يعني زي أي إنسان أو مات وماليش ويندتر مع اسمه، لا، نبي اسمي يكون موجود حتى بعد وقت. في واحدة اسمها مها كانت موجودة في الدنيا، يعني للفن صراحة، لأنه هو جزء مني، جزء فعلا، يعني جزء مني فعليا، يعني ما هو شيء هو غير زايد، يعني زي من كينونتي مني أنا. يعني ما نشوفش في روحي مش فنانة صراحة، يعني حتى لو مثلا تجوزت أو كذا وطلعت من نطاق أني يعني نكون فنانة ومش معاش الهيت، يعني الهيت بمشاغل الدنيا معاش الهيت بالفن بتاعي، بس في الأخير أنا فنانة.